في معظم الأوقات عندما يزعجنا شخص ما يجب علينا الحفاظ على هدوئنا، ننسى الأمر ونحاول عموما تجاهل أي شيء مزعج يفعله هذا الشخص. مع ذلك في بعض الأحيان لا يمكنك إلا أن تنتقم، ومن الواضح أن أفضل انتقام هو الانتقام المضحك. هذا صحيح، نحن اليوم نتابع معا أطرف طرق الانتقام التي قام بها بعض الأشخاص، لذا اربط حزام الأمان وحاول ألا تحصل على أي أفكار من هذا. سرقة بعض ممتلكاتك هو حقا أمر مزعج، وفي معظم الأوقات لا توجد طريقة للانتقام من اللص. ومع ذلك عندما تم أخذ الكمبيوتر المحمول الخاص بمارك بايو، اكتشف أفضل طريقة ممكنة لاستعادته. لقد اخترق جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به عن بعد، ووجد مقطع فيديو محرج للغاية للسارق وهو يرقص. قام بتحميله على موقع يوتيوب، وبالتأكيد أعاد اللص الكمبيوتر المحمول متوسلا إياه إزالة الفيديو في المقابل، ولكنه لم يفعل. يعلم الجميع أن بعض شركات الطيران سيئة في الحفاظ على أمتعتك، أعني إما أن تتلف أمتعتك أو لا تستعيدها على الإطلاق. حسنا، ماذا ستفعل حيال ذلك؟ لقد قام الموسيقار الكندي ديف كارول بعمل أغنية ساخرة حول تضرر الجيتار الخاص به من شركة الطيران. أفضل جزء في هذه القصة هو أن هذه الأغنية حظيت بشعبية كبيرة لدرجة أن قيمة شركة انخفضت بنسبة 10%، مما تسبب في خسارة للشركة بقيمة 180 مليون دولار. يكون الطلاق صعبا حقا حتى عندما يكون الانفصال وديا، ولكن عندما يكون أحد الزوجين غير راض تكون الأمور مؤلمة في بعض الأحيان. حسنا، من الصعب ألا تضحك على انتقام هذه الزوجة السابقة من الرسوم القانونية البالغة 50 دولارا التي فرضها زوجها عليها. لقد دفعت المبلغ بالكامل بالعملات المعدنية، وتركت أيضا مذكرة ساخرة تشرح فيها مدى تحسن حياتها بدون زوجها. هذا حقا مؤلم. بعض قصص الانتقام هذه مضحكة وخفيفة الظل، لكن هذه القصة خطيرة للغاية. عندما حكم على هذا الرجل بالسجن بتهمة اختطاف فتاة صغيرة والتحرش بها ثم إغراقها، كان محظوظا بما يكفي ليجد نفسه في السجن مع أحد أقاربها. جعله قريبها يختار بين الطعن أو الوشم، وعندما اختار الرجل الخيار الثاني انتهى به الأمر مع وشم كبير باسم ضحيته. الشيء المضحك في هذه القصة هو أن هذه المرأة قررت الانتقام من شخص غريب تماما فقط لأنه كان إنسانا فظيعا. عندما سمعته يضحك مع أصدقائه حول علاقاته ومدى غباء زوجته، قامت بنشر صورته ليراها الجميع، ونحن نأمل أن تكتشف زوجته ذلك. إن الوشم المتطابق للأزواج هو أمر محفوف بالمخاطر، لكنه يحقق انتقاما كبيرا في بعض الأحيان. عندما اكتشفت هذه الفتاة أن صديقها كان غير مخلص، أقنعته بالحصول على وشم مطابق كرمز للحب. جعلته يفعل هذا أولا، ولم تكمل هي جانبها من الصفقة. الآن سوف يتذكر ألا يفعل ذلك مجددا في المرة القادمة. إذا كنت مرتاحا لكونك قاس في تعاملك مع الحيوانات، فسوف يكون من الصعب أن تشعر بالأسف لهذا الرجل الذي ركل كلبا، وقد عاد الكلب وجميع أصدقائه لتدمير سيارته تماما على سبيل الانتقام. لا شيء يفسد يومك تماما مثل إسقاط هاتفك في حوض الاستحمام، باستثناء التعرض للخيانة بالطبع. لذلك رتبت هذه المرأة الانتقام المثالي لصديقها الكاذب. لقد حرصت على أن ينتهي به الأمر هو وكل أجهزته المحبوبة في الماء الساخن. حسنا، تحذير هام، هذه القصة القادمة مثيرة للإشمئزاز، ولكن استخدام معجون أسنان شخص آخر هذا بالفعل مقزز. من الواضح أن هذا الرجل لم يستطع تحمل استخدام الناس لأغراضه، لذلك استبدل معجون أسنانه ب... حسنا، بأشياء أخرى. ولكن أشك في أن أي شخص آخر سوف يسرق معجون أسنانه مرة أخرى. تحتوي جميع بطاقات أعياد الميلاد على مفاجآت مثل المال أو الهدايا، ولكن ليست كل المفاجآت جيدة. أصيب هذا الرجل بصدمة سيئة عندما فتح هذه البطاقة، لم يجد فقط مفتاح منزله ولكن أيضا كل الخيانة والكذب في وجهه. هذا مؤلم. بعض الانتقام يكون في الخفاء والبعض الآخر ليس كذلك. إن لافتة الترحيب هذه بالتأكيد ليست ما تريد رؤيته عندما تعود إلى المنزل بعد يوم عمل شاق، ولكنها تتيح للجميع معرفة مقدار المشاكل التي سوف تواجهها بالضبط. عند الحديث عن الانتقام الكبير المعلن، الشيء الوحيد الأفضل من اللافتة هو لوحة الإعلانات الكبيرة. بهذه الطريقة لا يستطيع شريكك بالتأكيد تجنب تلك المحادثة المحرجة حول ما فعله، وها هي اللافتة أمام الجميع. كان هذا الشرطي غاضبا جدا بسبب بعض الأوراق المطلوبة منه لكي ينفصل عن زوجته، لذلك قرر ملء حوض الاستحمام الخاص بزوجته بالسماد. هذا حقا فظيع.
انتهى أمر هذا الرجل بدعوى قضائية بقيمة 1,000,000 دولار للانتقام منه. لكنني شخصيا أعتقد أن الأمر يستحق ذلك. عندما اكتشف أن صديقته خدعته مع أحد أصدقائه لم يقل لها كلمة واحدة، لكنه قام بتعديل الوشم الخاص بها بشكل طفيف دون إخبارها. إذا كنت تريد في أي وقت أن تخدع زميلك في الغرفة فعليك أن تكون مستعدا دائما لردة فعله. كان هذا الرجل غبيا بما يكفي لملء غرفة صديقه ببالونات وشرائط وردية اللون، لذلك عاد إلى المنزل فوجد غرفته ملفوفة بالكامل بورق عيد الميلاد بما في ذلك بعض زينة الورقية. ما هو مدى صغر حجم عقلك؟ لأنه بغض النظر عن هذا لا أعتقد أنك قد تقوم بشراء منزل مجاور لمنزل زوجتك السابقة لمجرد وضع هذا التمثال الضخم في مكان حيث يمكنها رؤيته جيدا. بصراحة إذا كان هذا هو انتقامه لها من حصولها على الطلاق فلست متأكدا من أنهما كانا يجب أن يتزوجا من البداية. الآن أنا أشعر ببعض السوء لأن هذا الرجل كان يقوم بعمله فقط، لكن فكرة الانتقام هنا عبقرية جدا. من الواضح أن هؤلاء الفنانين لم يكونوا سعداء لأن الرسومات الخاصة بهم قد تم إتلافها، لذلك قاموا برسم هذا الرجل المسؤول الآن هو على الحائط إلى الأبد أو حتى يقوم بنفس العمل مجددا مرة أخرى. لقد اتضح أن الحفارات العملاقة لها استخدامات أخرى أكثر من مجرد حفر الثقوب ونقل الأوساخ، وأحد هذه الاستخدامات هو الانتقام. لا تريد نقل شاحنتك عندما طلب منك أحدهم ذلك؟ حسنا، ولكن لا تشكو عندما تكون محاصرا في مرحاض بواسطة مخلب الحفار هذا حتى تكتسب بعض الأدب. هذا الانتقام في الغالب غير مقصود، لكنه لا يزال عبقريا جدا. من المحتمل أن يكون سارق زجاجة الماء هذا قد أصيب بصدمة كبيرة عندما أدرك أنه كان يشرب ما هو أكثر من مجرد الماء، وبالمناسبة إنها جرعة طبية من الإستروجين فلندعو له بالشفاء. يعرف الجميع هذا شعور بالغضب عندما ترى شخصا ما يترك سيارته في وضع خاطئ، ولكن لا يمكن للجميع التصرف في مثل هذه المواقف. لحسن الحظ استطاع هؤلاء الرجال واستخدموا حافلاتهم الخاصة في محاصرة هذا الرجل وتعليمه درسا مفيدا للغاية حول كيفية ركن سيارته. نجد هنا طريقة وحشية للانتقام، لكنها بالفعل طريقة سريعة لمعرفة الحقيقة. قالت إحدى الفتيات على الإنترنت كيف أنها عندما وجدت واقيات ذكرية في سيارة حبيبها نفذت مخططا حارا بعد نقعهم في عصير الفلفل الحار لمدة ساعة، سرعان ما تأكدت من خيانته لها وأنه كان كاذبا أيضا بقوله أنا ذاهب لمساعدة والدتي في بعض الأمور. البشر ليسوا المخلوقات الوحيدة القادرة على الانتقام، وفي بعض الأحيان يكون لدى الحيوانات طرق أفضل لذلك. لم يكن هذا الحصان سعيدا جدا بقصة الشعر الجديدة التي قرر صاحبه منحه إياها، وقد أوضح ذلك بالبصق في حذائه. كره الشذوذ الجنسي منتشر في جميع أنحاء العالم، وخاصة الكره تجاه أحد أفراد الأسرة. عندما كره هذا الأب ابنته الشاذة كانت لديها فكرة انتقام مضحكة حقا عن طريق وضع هذا الملصق المطاطي على سيارته دون أن يعلم. هذا حقا فظيع. ركن سيارتك في الأماكن المخصصة لعربات ذوي الاحتياجات الخاصة هو أمر غير أخلاقي بالمرة، لذلك أنا لست غاضبا من أن هذا الرجل حصل على ما كان يستحقه. أيضا طريقة الانتقام هذه عبقرية وغير ضارة ومزعجة للغاية في وقت واحد، مما يجعلها نوعا ما طريقة مثالية للانتقام. إن ترك كلبك في سيارة مغلقة ليس أمرا سيئا فقط، بل إنه أمر خطير أيضا. لحسن الحظ كان هذا الحيوان الأليف بارعا بما يكفي لإظهار غضبه الكبير من مالكه من خلال ترك هذه الهدية التي لن تسعده بالتأكيد. يا له من كلب جيد. يجب أن تتحمل هذه التماثيل الحية الكثير من الهراء أثناء عدم تحركهم، ولكن في بعض الأحيان يدفعك شخص ما إلى الخروج عن صمتك. ظلت هذه الفنانة هادئة للغاية في البداية، ولكن عندما لم تتوقف هذه السائحة عن إزعاجها فقد كسرت كل القواعد للحصول على بعض الانتقام. إليك حالة أخرى لشخص ما يركن سيارته بطريقة خاطئة، وطريقة أخرى رائعة للانتقام. إذا رأيت هذا في المتجر فكل ما تحتاجه للحصول على انتقامك هو قفل من البلاستيك وعربة تسوق ومكان للاختباء فيه عندما يلاحظ صاحب السيارة ما قمت به. إن ركن سيارتك أمام صنبور إطفاء الحرائق ليس أمرا مزعجا فحسب، بل قد يعرض حياة الناس للخطر أيضا. لا أعرف ما إذا كان هناك حريق بالفعل في هذه الحالة أم لا، لكن في كلتا الحالتين أعتقد أن هذا الانتقام عادل تماما. وإليك نصيحة، لا تسمي زوجتك أبدا صانعة الشطائر. إذا قمت بذلك فقد تحصل بالفعل على شطيرة، ولكن مع لمسة غير سارة.
أنا شخصيا أعتقد أن هذا الانتقام هو في الواقع نوعا من القهر. فهناك العديد من الطرق عندما يتعلق الأمر بإعطاء شريكك وجبة لن ينساها. لقد قلت بالفعل إن الحصول على وشم لشريكك أو معه هو أمر خطير، لكن في بعض الأحيان لا يمكننا العودة بالزمن. مع ذلك فإن تحويل صورة صديقتك المخادعة إلى شيطان رائع يظهر مدى شرها حقا. هذه استراتيجية جيدة جدا للتعامل مع الوشم الذي ندمت عليه. عادة ما يكون فضح شريكك علانية أمرا غير لطيف، لكن كما قلت من قبل إذا خدعك فهو يستحق ذلك. بالإضافة إلى ذلك، إذا أخذ مقعدك المخصص في لعبتك المفضلة فإنه يستحق ذلك حقا، لذلك لا تتردد في فتحه على أكبر شاشة يمكنك العثور عليها. بالحديث عن الانتقام من الشركاء المخادعين، فهذا أمر جيد إذا كنت لا تريد التحدث مع شريكك مرة أخرى. لا تقوم هذه الفتاة بجلب الإحراج له فقط، بل تفعل ذلك علنا وتتركه أيضا مع بعض الديون بالإضافة إلى مفاتيح السيارة المفقودة، وهذه البداية فقط. تحدث المناوشات الودية بين الجيران طوال الوقت، ولكن من الواضح لم تكن هذه المناوشة ودية للغاية. تمكن هذا الشخص من إثارة غضب جاره لدرجة أنه اضطر إلى الانتقام، وقرر فعل ذلك من خلال وضع هذا السياج على مرآة هذا الشخص. والأفضل من ذلك كله أن هذا الجار بالفعل يمتلك هذا المنزل، لذا لا يستطيع المسكين حتى الإبلاغ عنه. يجب أن أعترف بهذا الشخص لأن هذا النوع من الانتقام يتطلب الكثير من العمل. حسنا، عندما لاحظ أن شخصا ما قد ألقى مجموعة من القمامة في منتصف الطريق، قام بالبحث فيها حتى عثر على عنوان هذا الشخص، ثم قام بإرجاع القمامة إلى عتبة بيته. نجد هنا القدر ينتقم أكثر من أي شيء آخر، لكن لا يزال من المضحك مشاهدتها. حسنا، إذا كنت تريد تدمير رجل ثلج عشوائي عن طريق القفز عليه، فبالتأكيد أنك تستحق أن تسقط على وجهك، رجل ثلج مسكين. كل شخص لديه على الأقل رئيس عمل واحد مزعج تماما، لكن الانتقام يكون صعبا في هذه الظروف. ومع ذلك أنهى هذا المتدرب فترته أخيرا، وقام بمحاصرة مكتب مديره بكمية كبيرة من ورق الشحن. تحتاج هذه الكمية إلى أيام لتنظيفها. أظن أنه إما استقال أو طرد مباشرة بعد ذلك، لكن الأمر لا يزال يستحق ذلك تماما. هناك العديد من قصص الأوضاع الخاطئة للسيارات في هذه القائمة، لكني أعتقد أن هذه هي المفضلة لدي. لا أعرف ما إذا كان موظف في المتجر أو عميل منزعج هو من فعل ذلك، ولكن في كلتا الحالتين هذا رجل مسكين سوف يتعطل لبعض الوقت. الغلاف البلاستيكي هو أفضل صديق للمخادعين، وعندما يتعلق الأمر بالانتقام فإنه يعمل بشكل جيد أيضا. لم تكسر هذه الفتاة أي شيء أو تترك أي لافتات معادية في جميع أنحاء المدينة. لقد حرصت فقط على أن يعرف الجميع أن شريكها قد ارتكب خطأ بما في ذلك هو. ضرب كلب يكاد يكون تصرفا غير أخلاقي، مثل سرقة الحلوى من طفل صغير. لذلك من الممتع أن ترى الحيوانات تنتقم. كان هذا الكلب المسكين يحاول فقط الاسترخاء على الشاطئ، لكنه ظل يتعرض للركل في المعدة من قبل هذه الفتاة، لذلك فقد عاملها كما لو كانت عظمة وحاول دفنها في الرمال. هل لديك أي قصص انتقام طريفة كبيرة كانت أو صغيرة؟ ماذا عن مسحة قمت بها وتماديت فيها قليلا؟ أخبرني في التعليقات أدنى، وشكرا للمشاهدة.